ما يبذل من جهد بمنهجيه علميه وباخلاص من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته يشهد ويشير بوضوح الى اننا في غضون اسابيع قليله ستكون هناك خطه زمنيه للنهوض بالنادي على كل المستويات، الامور الانشائيه والاجتماعيه اللي بتتم اعضاء النادي طبعا، والامور الرياضيه اللي بتتم جمهور كره القدم العريض اللي منتشر من المحيط الى الخليج. ان شاء الله في اخبار طيبه ان شاء الله. يعني احب ابشرك الكابتن محمود الخطيب سيخص النادي الاهلي بينا، وهو شخصيا سيطل من خلال القناه بشكل او باخر للاعلان عن كل هذه المشروعات والمدن الزمنيه اللي هينتهي منها، بالاضافه الى كل ما يتعلق وكل ما يدور في اذهان الناس في اسئله تتعلق في الرياضه وكره القدم خاصه. بشكرك جدا على المشاركه معنا، واكيد هنتابع معاك لحظه بلحظه كل قرار وكل توجه من توجهات مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب.